هلا وسهلا فيكم ورحب فيكم، انا ياسر السقاف في برنامج جديد وهو روح رمضان. هنستضيف بعض الاصدقاء من خارج المملكه العربيه السعوديه، نوريهم اجواء جده الرمضانيه. اعرفكم على ادهم، ولكن الاهم اعرفكم على ضيفتنا اليوم، نجمه مكسر الدنيا في مصر، ولكن هي ما هي من مصر. خلونا نتعرف عليها. درة هلا وسهلا فيك بجدة، نورتينا. اهلا، شكرا، ميرسي، سعيد بوجودك معنا. طبعا احنا دائما عندنا اكتيفيتي قبل الفطور، اليوم اخذتك في اصعب اكتيفيتي. اصعب واحلى اكتيفيتي والله. اكيد طبعا. طبعا احنا ندور دائما عن الاشياء اللي يعني تكون جميله جدا في البلدان اللي نزورها. اليوم انت لما تيجي تزوري مثلا جده ولا مدينه اخرى، ايش تدوري على ايش تدوري؟ دائما بدور على معالم البلد، يعني المعالم الاصيله في البلد. يعني لو في مثلا بحر، طبعا انا بحب البحر، يعني انا من تونس، يعني بلد فيها بحر، وطبعا كمان مصر، ويعني دائما احساس وجود البحر باي مكان بيريحني نفسيا. احنا من معالمنا طبعا في جده البحر، معروف البحر، البحر الاحمر. وبعدين احب اجرب كل حاجه، يعني مثلا اعرف البلد دي ايه الاكله المشهوره، ايه المكان اللي ممكن ازوره، لو في متحف، لو في معالم، يعني قصور، لو في يعني جميل. معالم البلد جميل. انا حوديك اليوم ان شاء الله ننبسط مع بعض في اكثر من معلم في جده، ما حخليك تخرج من هنا اللي انت مبسوط ان شاء الله. اكيد اكيد. اول شيء طبعا احنا من معالمنا البحر الاحمر، معروف في جده طبعا. حنروح ناخذك ان شاء الله باذن الله في تور جميل، حنفطر في بوت على البحر، فحتستمتع بالبحر جميل. ولكن على طاري الفطور، ايش دائما السفره الرمضانيه حقتك تكون موجود فيها؟ الله، السفره الرمضانيه، اي والله جعانين يا دره. سواء في مصر او في تونس، الشوربه بالنسبه لي اساسيه في السفره. لو في مصر بنعمل سمبوسك، سمبوسك جبنه، سمبوسك لحمه، لو في تونس بنعمل بريك، حاجه اسمها بريك. يعني بقيه الاكلات، يعني هو كل يوم بفكر في حاجه مختلفه. حلو، عندنا بريك احنا وسمبوسك، حلو، نحن كده متفقين. ايوه طبعا. وعندنا شرب، وعندنا في تونس الكسكسي، ممكن بقى المحاشي في مصر، الملوخيه. احنا بنتكلم في شيء غلط دحين. غلط جدا. غير بقى الحلويات اللي بعد كده، دي قصه ثانيه، القطايف والكنافه، يعني قصه ثانيه. خلينا نروح نفطر، اوكي، لانه قرب يأذن. يلا المغرب نفطر البحر، وبعد كده اوديك البلد ونتمشى ونتعشى وننبسط ان شاء الله. يلا بينا دره، اهلا وسهلا فيكي. خلينا نروح على الموقع الثاني. يلا يا ياسر. الله، جبنا لك السمك، عاد مشهورين في جده بالسمك. اهلا وسهلا. اوكي، الله الله، هذا الشعور المشوي، وهذا الجمبري او تسموه الربيان انتم، شعور الجمبري. الجمبري زي اوكي، جمبري مشوي وشعور مشوي، شعور سمك. الشعور هو القاروص ولا اروس؟ بالضبط، اروس تقريبا. اتوقع انه اروس. اروس بس انا يعني عندي، معلش سؤال بسيط. أيوة، بالنسبه للكميه، يعني هل انا وانت ناكل كل ده؟ لا، احنا هننقنق. وبعد كده في وحوش ورا الكاميرا. احنا لازم، بالضبط، احنا لازم ننقنق بس. في وحوش ورا الكاميرا مستنيين بس. عشان كده احنا ناخذ من الجهه دي ونخلي لهم. اوكي خلاص، تمام. ايش رايك؟ طيب انا شوف، انا حسب البهارات عندكم مختلفه برضو، يعني شوفي، احنا مشهورين بالناجل المقلي، بالشعور المشوي. شكرا، العفو، كده حلو. طبعا عندنا رز صياديه تحته. رز صيادين، انا شايفه خطير. معروف لونه، يعني مبشر جدا، ومعروف بالطحينه مع شويه بصل، بس اذا انت ما تبغي بصل معذوره، يعني حلو كده، تمام كده. تمام، شكرا، على خفيف. يلا درة، بسألك سؤال. اليوم الممثل لما يدخل في مجال التمثيل يتعلق فيه كثير، يبدا خلاص يعني يحس انه لو ما دخل ورا الكاميرا او قدام الكاميرا، عفوا، يحس انه في مشكله، صح؟ طبعا. ايش اللي يخليك تتعلقي في هذا المجال؟ اولا لازم ابدي اعجابي بالسمك. والله بالعافيه، ذوقته حلو قوي. بالعافيه. احنا ترى الناس يتعنوا يجوا جده ترى عشان السمك. ها والله. أيوة. انا يعني صدقت لما ذقت، انا بحب يعني اجرب الحاجه بنفسي، بس فعلا لا، حلو قوي السمك، معمول حلو قوي. وانا بنت بحر يعني، والله. سمك فلا فعلا معمول حلو. بالنسبه للتمثيل، بالنسبه للتمثيل، هو التمثيل انت بتحبه، ما تبقاش عارف انت بتحبه ليه، بس بتلاقي فيه حاجه بتجذبك. ايوه، ليه؟ الشخصيات اللي تمثليها. أيوه. الشخصيات اللي مثلها، ان انا اكون حد تاني، ان انا اعيش حياه تانية. وبعدين حتى اللوكيشن، بنتعلق بالحاجات دي كلها. وبعدين الممثل تلاقي عنده تناقض، يعني طول ما هو بيشتغل بيحس انه في
نفسيا ساعات يتعب ويحس انه لا 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 انا مش عايزه تاني، انا مش عايزه اصور تاني، ما ايه انا تعبت، انا عايزه اخد اجازه، انا عايزه اقعد في بعد الاجازه زي السمكه ما تطلعه من الميه، ياخد يبعد شويه خلاص يرجع المويه تاني، لازم يرجع المويه تاني. طب كيف اتقنتي اللهجه المصريه درة؟ والله اللهجه كانت صعبه عليكي؟ لا ما كانتش صعبه عليكي. نقدر نشوفك في لهجات تانية طيب غير المصريه؟ ممكن غير التونسيه يعني؟ اه طبعا التونسيه لهجتي الام، ايه والمصريه اللهجه المصريه انا سبحان الله يعني ما لقيتش فيها صعوبه خالص. ولا عمري جابوا لي كوتش مثلا يبقى معايا، ولا ومن اول الافلام اللي نزلت الشارع شكلك الشارع، وانك تتكلم مع الناس وانك تسمع يعني. طبعا انا من وانا في تونس من زمان، شكرا عادي الطحينه، شكرا ايوه كده صح. من زمان انا بحب اللهجه المصريه من الافلام والمسلسلات والاغاني، حلو بفهمها كويس يعني من احنا صغار نتفرج على الشيء، من احنا صغيرين كلنا تربينا على الافلام والمسلسلات المصريه. لكن لما رحت هناك تعاملت مع كل الناس، يعني حياتي خلاص بقيت انا بتكلم اللهجه المصريه طول اليوم، فما لقيتش فيها صعوبه. حلو، نرجع لحسابات وعقبات. اول مسلسل تلفزيوني سويتيه، اختلفت التجربه عليكي بعد كده لما بديت تمارسي يعني مهنه التمثيل؟ يعني هل طبعاً تحس انه حسابات وعقبات لو رجعتي سويتيه حتسويه بطريقه مختلفه؟ مش بس حسابات وعقبات، كل اعمالي الاولى اوكي لو رجعت دايما انا بقيم نفسي بقول ايه ده، يعني ما اشوف ما احبش اشوف اعمالي اللي عملتها في بداياتي ابدا، معظمها كلها ما احبش اشوفها، اقلب التلفزيون. بحس انه انا لو عدت دلوقتي يعني هعمله احسن من كده. دلوقتي طبعا انت مع التجربه بيكون في نضج اكتر، بيكون صح. حتى نبره صوتك بتختلف، معلش انت لما بتشوف بداياتك او طبعا تحس في تطور يعني صح. اللي هو ايه ده ليه كده. طبعا ما فيها كلام، واحد يتعلم ويتطور يتعلم دايما، ولكن في اعمال تفرق. طبعا انا فخوره بيها ايه، وبحس انه لا لو عدتها برضو حاجه بنفس الطريقه وتكون اعمال علامات يعني في 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 مشوار الواحد يعني. لكن في حاجات في البدايه بحس بس ليها طعمها طبعا. يعني حسابات وعقبات ده مثلا مسلسل كسر الدنيا في تونس ساعتها لما عملناه في رمضان، وانا كان اول مره بقى اعمل مسلسل للناس، عملت مسرح، عملت ده كان حاجه تتشاف على مستوى بقى كل الناس، والجمهور بدا يعرفني حلو. وبيقول لي بينادوني باسم الشخصيه، كان اسمها سندا ايه. نادوني اسم الشخصيه والناس تحبني والمجلات تكتب عني جميل. كان قبل السوشيال ميديا خلي ايه. بالك زمان كانت الشهره شهره طعم غير، لان هي حقيقيه على ارض الواقع مش ايه. سوشيال ميديا صح. مفيش سوشيال ميديا، احنا كنا بنبدا بنمثل وبنستنى العمل ينزل، وبعد ما ينزل يعني شوف ردة فعل الناس، شوف ردة فعل الناس المباشرة يعني في الحياة. جميل طبعا لا تخافي درة، هذا لكن احنا عندنا ما في عندنا شيء ترامي الحمد لله طبعاً. كل شيء حينحفظ، ويعني في اللي حياكل الشباب ما شاء الله زي ما قلت لك عندنا وحوش، فنحن بس كنا بندوقك. شكرا والله حلو قوي، وان شاء الله تكون استمتعتي بالسمك الجداوي من البحر حقنا، استمتعت البحر الاحمر. ايوه بحب البحر الاحمر لاني انا كنت متعودة على البحر الأبيض المتوسط يعني أيه. أكتر أيه. عشان تونس وعشان أيه. لكن وفي مصر برضو اسكندرية وكده، لكن البحر الأحمر مختلف يعني ليه سحر خاص. والبحر نفسه ألوانه الخاصة، ألوانه والدايفنج أيه. ويعني والسمك تحس ليه طعمه ألوان طعمه. ألوان يعني شيء مختلف، شيء مختلف برضو، فلا بحبه جدا. احنا صدنا لك هذه قبل ما تيجي بيوم، انا نزلت صدت لك اياها بنفسي. طبعا طبعا صدتها جمبريه يا جمبريه. طيب الان شبعتي؟ امورك طيبه؟ الحقيقه الحمد لله ميرسي شكرا. في عندنا منطقه رهيبه جدا في جده معروفه، هي منطقه البلد او جده القديمه. نروح يستمتع بالجو الحلو هذا، متشوقة أني أروح. أيوه وحنجرب كم تجربة هناك أوكي، بعدها يجي وقت السحور نتسحر في مكان جميل جدا يليق بالدرة و... أوكي يعطيك ألف عافية. شكرا ميرسي. يلا خلونا نروح على المنطقة الثانية، إيش رأيكم؟ احنا في جدة القديمة ها، واحنا في زقاق اسمه زقاق العطارة، الله زقاق الهرد. طبعا في كل شيء مزروع، اي شيء تلاقيه عند العطار مزروع هنا، حبق، نعناع، كمون، فلفل، اللي تبغيه. احلى حاجة احنا مية. عندنا العطارين كمان في تونس مية. في تونس القديمة المدينة فيعني جدة رائعة يعني. حاسة بالإحساس شام الريحة، الأصالة والريحة طبعا. طيب جميل، احنا عند ورشة آيات أيوة. وعندنا تحدي، أهلا
آيات كيف حالك؟ الحمد لله. هي عرفينا بالتحدي. أهلا يا آيات. اليوم حالكم تسوي أكواب خزف وحنشوف مين أحسن واحد يسوي. الله أنا طبعاً. أنت لسه حتشوفي مين أحسن واحد. أنا يعني طول عمري بعمل خزف. مكاني هذا طبعاً. أنا أول مرة في حياتي ما أعرفش بس ولا أي حاجة. ياسر أنا اللي حكسب. ما يجيبها الا ايه ستاتها. ايوه صح ولا لا؟ خلاص انت الاثنين علي. ما احترمنا يعني ليك يا ياسر بس تفضل. يلا يلا اوكي. اول شيء لكم خلفيه باي شيء خزفي في الحياه؟ والله وانا صغير بس جربت كده امسك بيدي. اه واحنا صغيرين كنا بنلعب كده صلصال مش خزف. طيب بكل بساطه الخزف هو تقريبا صلصال او طين. حلو. طبعا مليون في المية شفتوا الطرق اللي هي أيوة. العجلة. ايوه طبعا احنا ما حنسوي العجلة. أيوة. في طرق بناء كثيرة. حلو. طبعا اول شيء الطين يكون زي كذا لين. جميل. كذا نبني جدارا. لا الغش لا تغشش يعني ما كل واحد يبص في ورقته. يلا. طيب حنحاول نبني الجدار حقنا. اوكي. بشويش بشويش. اوكي. لا تحاول تفعص بزيادة. عشان لا يصير نحيف. ايوه. عشان لا يكون في في مكان. يعني انا كذا غلط. ايوه بس عادي ببساطة تقدر ترجعيها ثاني. ايوه وترجعي. والله ايات خطير انت. ايات عايزه اقول لك حاجه. انا ضوافري هي اللي معطله الدنيا صراحه. ايوه شوف والله نايس. كوب قهوه ممتاز. اسلم. يلا طب خلينا اصعب مهمه. يلا تفضلي شوفي. قولي الحقيقه. ده قولي الحقيقه يا ايات. ايات لازم تكوني فير. ياسر شوف ياسر يعني بس شوفي تناسق الالوان. كتب شوفي اسمه. شوفي تناسق إنما الالوان. انا بحب كل الناس ورسمت قلب. شوفي تناسق الالوان. الاورنج لما يدخل عليه الرمادي. شوفي بقى الازرق لون البحر لون السماء مع البينك قد ايه يعني بدي احساس كيوت واضح للمشاهدين. طب احساس يعني يعني اذا ايات ما انصفتني رومانسي تنصفوني صح ولا لا؟ يلا قولي مين فايز. ها حفاوز دود. هي يس. معلش هارد لك والله. كوبك مره حلو بس يعني اجتمعوا علي الاثنين من البدايه اصلا من الدخله واضح. دور ردتها كلمتين حلوه. اوكي ماشي والله. شوف احب الكيوت واحب اللون الازرق وكذا يعني ليه هذا يعني ما شاء الله يعني الوانه ما ادري ايش هي بس يعني. ألف مبروك. شكرا يا عيال. شكرا يا عيال بجد والله. وبسطنا معك. هذا يتغسل طبعا يتغسل عادي بسهولة بأبسط شيء. جميل جدا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. مبروك الفوز. معلش خلي روحك رياضية. إيه ما في مشكلة. أنت ما زلت مجهود. صح صح. الجمهور حينصفني. حقيقة انا بس عرفت اكسب قلب الجمهور. ماشي ماشي. وقلب ايات. وقلب ايات الحقيقه الحركه اللي في الاخر. ايه القلب اللي عملته ده. معلش معلش ما في مشكله. ما في مشكله. تستاهلي انت اليوم عندنا هنا في جده القديمه دره. حاخذك قهوه اسمها زرياب صغيره كده كوزي فيها اربع طاولات. قهوه جميله جدا. حنشرب شيء وبعدين نتوجه للسحور. ايش رايك؟ الله قهوه شعبي. شعبي انا بحب القهوه يعني زي مثلا فيشاوي في مصر. ايوه قهوه شعبيه كده حلوه قديمه هي بس ولكن مجدده. انا عاجبني موضوع انها كوزي اربع ترابيزات كده زي في ايطالي كمان بيكون في حاجات صغيره. ايوه كده تدل على المكان. تدل على المكان. السلام عليك. ماشي اوكي جاهزه. يلا نروح. يلا. وصلنا مقهى بيت زرياب. هذا المكان اللي احنا نتقهوى فيه انا وانتي قبل ما نتسحر. الله بس مقهى وموسيقى. ايه مقهى وموسيقى وبعدين يديك كده يعني مستوحى من جدة القديمة كده السقف الواطي طبعا وريحة القهوة. وريحة القهوة هذه هي. تفضلي درة نورتينا. طيبة ها؟ الله كنا محتاجين. اي والله بعد اللفة دي كلها بس بسألك كم سؤال. درة اليوم لو تكلم عن الفن والمراحل اللي مريتي فيها ايش في شيء جوهري يتغير فيكي من اول ما بديتي؟ يعني انا عمري يمكن ما سالت نفس السؤال ده. لكن هو سؤال مهم. يعني الفن متهيألي غير كل نظرتي للحياه. كل حاجه يعني ببص لها بشوف فيها قصه بتتقال في فيلم او بشوفها من ناحيه فنيه او بشوفها من زاويه تانية. يعني حتى لو صوره بشوفها من زاويه تانية. فالمنظور اللي بشوف بيه الحياة والعلاقات الإنسانية كله تشكل وتغير بالفن. صح. فيعني اليوم لما أنا أتكلم عن درة والأدوار اللي هي تنقيها في أفلامها في مسلسلاتها يعني
ايش يخليكي تقولي هذا الدور انا حاخده لاني مرتاحه من اول ما اشوف الدور كذا؟ يعني في شيء يسهل لك عمليه الاختيار؟ ايش هو هذا الشيء؟ انا بحب لما بحس الشخصيه مختلفه مختلفه عني، فيها تركيبه انا ما عملتهاش قبل كده، ومش عارفه سبحان الله في حاجه تشدني اني عايزه امثلها ولا مش عايزه امثلها. أوكي. يعني دي يعني علاقتي بالدور اللي بقراه على السيناريو. في عوامل تانية طبعا، المخرج او المخرجه، يعني طبعا الكادر كله، يعني الكادر كله، المخرج، الممثلين كله، لانه انا ما اقدرش اوصل حاجه من غير مخرج. صح. يعني لازم الدور يكون مكتوب حلو، لكن المخرج هو اللي هيوصله وهيوصل الاداء اللي انا بعمله بطريقه تكون فنيه، يعني تكون الطريقه الامثل للجمهور. طيب جميل جدا. هذه اسئلتي للدره وللمشاهدين. الان حاخذها في سحور، لانه انا وهي يعني مش جعانين خالص. اوعى تقول ابدا. وصل السحور. الله الحمد لله. عندنا كباب ميرو. ايوه. عندنا كفته داود باشا. صح، دي كفته داود باشا انا عارفاها، بس كباب ميرو مختلف وشكله حلو. ايوه كباب ميرو لانه مقلي، السمبوسك المقليه، الفول بس مبخر. عندنا الرز الابيض والرز بالزعفران. عندنا المعصوم. اللي بالزعفران ده حلو. ده ها حلو الرز بالزعفران. ايوه حلو. سلطه الطحينه، المطبق، كنافه بالقشطه. كنافه بالقشطه دي شكلها لا انا باكل حلي بالمعصوم كده. ده المعصوم. ده اللي هكتشفه النهارده. اكتشفي. اوكي. طيب نبدا. اكثر دور حبوه ليك يا دره الجمهور، تقدر تميزي دور واحد بس؟ لا ما اقدرش اميز دور واحد. ليه؟ لانه الجمهور فعلا متقسم، يعني كل حد بيقول لي انا اكتر دور بحبه لك مثلا سماح في مسلسل العار. في ناس تحب سجن النساء جدا، يقولوا لي اقوى دور في حياتك عملتيه. أوكي. سجن النساء. في ناس تحب دور مثلا لايت عملته في تصبح على خير. في ناس تحب، كل حد ليه بريفرنس. عنده شيء، يعني حتى الفانز بتوعي يعني اختياراتهم بتكون مختلفه، يعني كل حد بيحب عمل. صعب فعلا اختار واحد بس. اهم عنصر في حياتك ايش هو؟ او اهم شخص او اهم شيء؟ اهم شيء الاحساس بالامان. حلو. الاحساس بالامان، يعني طول ما انا احس بامان ده يعني افضل موجوده في الحياه، ونفسي لاخر لحظه في حياتي اكون حاسه بالامان. جميل. يعني مش بس يعني امان هو نفسيا وجسديا وماديا وكل حاجه، وكمان صحيا كل شيء طبعا. عناصر اساسيه يعيش فيها الانسان. احساسك بالضبط بكرامتك، صحتك، يعني صح. امان كل حاجه. جميل. سعداء انك جيتي، سعداء انك جربتي هذه التجربه، وسعداء انك وصلتي ل يعني سفرتنا المتواضعه هذه. شكرا. اكلنا الجداوي في مكان جداوي في البلد. حقيقه شكرا لقبولك الدعوه. انا باكي تاكلي وباكي تجربي المعصوب، اضمن انه يطلع قدام الكاميرا انك جربتي معصوب. لازم. ماشي يلا. هي ديزرت عشان الناس اللي ما يعرفوش، هي حلا. ده موز. في موز. صح. الله. ده كالوريز عاليه ده. يعني عيش ابشرك، بس بحس انه هو ينفع للفطار الصبح. أوه. اكتر بريكفاست. ايوه تروح الشغل فطار الصبح، تروح شغل في بس في طاقه. يعني يعطيكم الف عافيه. كانت دره موجوده معنا في جده، يعني اخذت لفه جميله جدا. نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا لدره، وشكرا لكم انتم مشاهدينا. نلقاكم ان شاء الله. كنت معكم ياسر السقاف في روح رمضان، ونشوفكم الحلقه الجايه.